السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدأ سلسلة جديدة، سلسلة كتابة الحروف الإنجليزية للأطفال الصغار، والطريقة الصحيحة وطريقة سهلة إن شاء الله. مثل ما نعرف إنه الحروف الإنجليزية عندنا نوعين، اللي هي capital وsmall، يعني نكتبها كبيرة وصغيرة. capital يعني كبيرة، small يعني صغيرة. أول حرف عندنا هو A. A capital كيف راح نكتبها؟ أول شيء راح نسوي خط مائل من جهة، بعدين خط مائل من الجهة الأخرى، وبينهم أو يجمعهم خط بهذه الطريقة، يعني خط من هنا أول شيء، بعدين خط، بعدين يجمعهم خط في النصف، تمام؟ هذا بالنسبة لـ A capital. نعيدها مرة أخرى، عندنا مثل ما قلنا خط مائل من الجهة وخط مائل من الجهة الأخرى ويجمعهم خط آخر، اللي هو نقدر نسميها مثل الخيمة، أوكي؟ إذن خط مائل وخط مائل من الجهة الأخرى ويجمعهم خط في المنتصف. أيضا هذا بالنسبة لـ A capital. A small، عندنا الـ A small اللي هي عبارة عن دائرة، راح نبدأ نلف كذا نسوي دائرة، بعدين نجمعهم في خط واحد بهذه الطريقة. خلاص نحط نلف كذا، نحط دائرة، نحط خط، نجمعهم بهذه الطريقة. إذا دائرة مثل ما أنتم شايفين، بعدين خط، نجمعهم في خط بهذه الطريقة. A small، هذه A small. إذا A small راح نبدأ بهذه الطريقة، نمشي نمشي نمشي، هذه هي، بعدين خط من هنا، هذه هي طريقتها الصحيحة. طيب بالنسبة للبي، عندنا أيضا بي كابيتال وبي سمول، أسهل من الأي بكثير. عندنا مجرد أن احنا نسوي خط، بعدين نسوي دائرة إلى نصف الخط، بعدين دائرة أخرى أكبر من الدائرة اللي فوق إلى نهاية الخط، هذه بي كابيتال. بي كابيتال، إذن خط، نسوي دائرة إلى منتصف الخط، ودائرة أكبر من منتصف الخط إلى نهاية الخط. بي كابيتال آخر مرة، خط ودائرة من بداية الخط إلى منتصف الخط، ومن منتصف الخط إلى نهاية الخط دائرة أكبر قليلا. بي كابيتال. بالنسبة لبي سمول، خط ومن منتصف الخط راح أبدأ أسوي دائرة إلى نهاية الخط، بس هذه بي سمول. إذا قلنا خط ومن منتصف الخط راح نسوي إلى نهاية الخط دائرة، خط ومن منتصف الخط إلى نهاية الخط دائرة، بي سمول. إذا البي كابيتال مجرد نحن الخط، نسوي خط ونسوي نصف دائرة أو دائرة إلى منتصف الخط، ومن منتصف الخط إلى نهاية الخط دائرة أخرى. والبي سمول، خط ومن منتصف الخط إلى نهاية الخط دائرة، تمام؟ إذن تعلمنا اليوم كيف نكتب A capital و A small، B capital و B small. مراجعة سريعة، عندنا الـ A قلنا نكتب خط مائل وخط مائل آخر يجمعهم خط في المنتصف، و A small عندنا دائرة وخط بهذه الطريقة. أما الB عبارة عن خط ودائرة من بداية الخط إلى منتصف الخط، ودائرة أكبر قليلا من منتصف الخط إلى نهاية الخط، هذه B capital. B small نحط خط، ومن منتصف الخط عندنا راح نسوي دائرة إلى نهاية هذا الخط. اليوم تعلمنا A capital و A small، B capital و B small. إن شاء الله غدا راح نشوف حرفين اللي بعدهم إن شاء الله. أتمنى تكون هذه السلسلة مفيدة لكم، وراحين نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. باي باي.